كلارا يعني جثمان الشهيد حمزة الحاج حسن سيحمل على أكف رفاقه في قناة المنار وصولا إلى منزله وإلى حيث أحباؤه بانتظاره أمام المنزل في شاعت. إذن جثمان الشهيد حمزة الحاج حسن سيحمل على أكف رفاقه وزملائه في قناة المنار من تقنيين وزملاء صحفيين عرفوا حمزة لخمس سنوات، عرفوه محبا وعرفوه زميلا مقداما ومعطاء يتسابق يعني لأداء واجبه المهني، لا يتخاذل ولا يتخلف أبدا عن أداء واجبه الإعلامي. اليوم هو بينهم شهيدا في بلدة شعت. نشاهد إذن جثمان الشهيد حمزة الحاج حسن مرفوع على أكف زملائه في قناة المنار يشق طريقه إلى منزله في شعت وسط نثر الأرز والورد. فحمزة اليوم عريس يزف إلى مثواه الأخير، يزف شهيدا وسط إطلاق الأعيرة النارية والأرز. ربما هي اللحظات الأصعب على والدته وأشقائه وشقيقته، لحظات الوداع الأخيرة لحمزة. عاد يعني إلى منزله مسجن في نعش، هو الذي اعتاد أن يعود إلى منزله مليء بالحياة وبضحكته التي لا تفارق وجهه كما عرفه كل من أحب الزميل حمزة الحاج حسن. إذن نعش الزميل الشهيد حمزة الحاج حسن يمر بجوار منزله. سنترك ربما التعليق للصورة كلارا ولأصوات محبي حمزة الحاج حسن ولأقربائه وعائلته الذين ينثرون الأرز والورد على جثمانه. إذن يدخل في هذه الأثناء الزميل حمزة الحاج حسن مسجن في نعش إلى منزله. هاد مش رح تظن بايك يا قربي علي قربي علي قربي هيك يا حسين 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 هيك يا لبيك يا زينب لبيك يا حسين لبيك يا زينب 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 لبيك يا زينب. إذن في هذه الأثناء سيدخل الزميل حمزة الحاج حسن مسجن في نعش إلى منزله للمرة الأخيرة ملفوفا بعلم حزب الله ووسط نثر الأرز والورد على جثمان الشهيد حمزة الحاج حسن. زبط
من هون هذا القدر خذني هون. لا لا خليك هيك خليك هيك يعني رأيي. لا بعد ما يخلص إذن هي نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد حمزة الحاج حسن في مسقط رأسه شعت. حمزة مواليد عام 87. بدأ مسيرته المهنية في قناة المنار عام 2009 ليسقط شهيدا في عام 2014 وتحديدا في 14 من نيسان. هذا التاريخ لن تنساه يعني عائلته وكل من أحب الزميل الشهيد حمزة الحاج حسن، يعني ذو الأخلاق الدمثة، حتى من كان لا يتفق الزميل حمزة الحاج حسن ربما في أرائه السياسية أو الصحفية أو حتى أيام الجامعة، كان يعني مشهود له برماثة أخلاقه وبانفتاحه على الجميع وبضحكته التي لا تفارق وجهه. إذن الزميل حمزة الحاج حسن في منزله مسجن في نعش في يومه الأخير بعد أن سقط شهيدا في معلولة بالأمس برصاصات غادرة استهدفته وفريق عمل قناة المنار، فسقط ورفيقيه الزميل حليم علاو وزميل محمد منتش أبو جعفر. ما هي كلارا؟ كلارا؟ نعم رامز. رامز هل يعني تسمعني؟ ممن حضر أيضا لوداع الزميل حمزة الحاج حسن زميله في كلية الإعلام وسيم عرابي وهو مراسل تلفزيون لبنان. جيت اليوم تودع حمزة، كنت معه بنفس الصف وسيم، يعني بدي أترك لك كلمة هيك، كلمة بحمزة عرفته بأيام الجامعة، رجعت عرفته بالتغطيات في أنت بتلفزيون لبنان وهو بقناة المنار. يمكن اللي نحكى عن حمزة كتير الوجه البشوش، الوجه اللي دايما هيك بيقابلك بالضحكة، الإنسان المقدام دايما. يمكن لو شفته لحمزة ما بعرف شو كنت قلت له قبل ما يطلع على سوريا، أنا شفته قبل من شهر ما بعرف، حسيت أنه يمكن كنت قل له فكر أكتر بقرارك، بس هيدا خياره وأكيد هو يعني مقتنع فيه 100%، فإن شاء الله تكون روحه بالسماء. وبدي له رح نشاله كتير نحنا رفقاته بدورته بالجامعة بكلية الإعلام والتوثيق، وإن شاء الله يكون مبسوط مطرح ما هو هلأ. خبرنا شيء عن حمزة بأيام الجامعة سريعا. حمزة قالوا عنه كتير إنه هو مولع بكتابة الشعر، بس أنا بدي أقولكم إنه ليلى يلي كانت شخصيته الوهمية بأشعاره هي اليوم صارت حقيقة وعم تبكي. شكرا وسيم. أيضا كلارا يعني من كان معه على مقاعد الدراسة الزميلة شيرين ناصر. شيرين كمان كلمة وجدانية لحمزة، اليوم عم نودعه شهيد، جينا لعنده على البيت عشعت عم نودعه شهيد. أول شيء بقول إنه بدي هني بشهيد لحمزة، بقول يا ريت يا رامز قدرنا نجي ونحن على شعب مش لنودع حمزة، بس بالآخر ما فينا إلا ما نهنيه على خياره ونهنيه على اندفاعته بالعمل المهني. نحن بنعرف كل واحد منا بيشتغل، أنت كنت من فترة بسوريا ونحن أي واحد منا معرض، بدي هنيه على شهادته، بس يا ريت جينا لنشوفه مش جينا لنودعه. الله يرحمه، بس بدي أقول له لحمزة أنه فراقه صعب علينا. شكرا شيرين. إذن كانت هذه شهادات وجدانية من الزملاء في المهنة، وأيضا كانوا زملاء الزميل حمزة الحاج حسن في على مقاعد الدراسة في كليات الإعلام والتوثيق. يعني نضم صوتنا إلى صوت الزملاء، كنا نتمنى لو كانت هذه زيارة إلى منزل الزميل حمزة الحاج حسن وهو لا يزال بيننا، ولكن ربما الموت والشهادة كانت أسرع. على كل حال ربما هذا الطريق اختاره حمزة عن قناعة، ولك منا يا حمزة اليوم أن نبقى نذكرك زميلا عزيزا ومقداما سواء على مقاعد الدراسة أو في
تغطياتنا وفي زملاء مهنة في حياة مهنية قصيرة ولكن ملأ يعني بكثير من التغطيات، وأسمح لنفسي أن أقول بكثير من النجاحات بشهادة كل من عرفك من أساتذتك في الجامعة الذي تحدثوا، وأيضا بزملائك. يعني كنت تستحق ربما حياة أطول، ولكن ربما هذا القدر كان أسرع. وتاريخ 14 من نيسان يعني تاريخ سيتذكره كل من أحبك وكل من زاملتهم سواء في قناة المنار وغيرها من القنوات التلفزيونية، وزملائك الصحفيين وأيضا من أحبوك سواء من شعث، من كل لبنان، من البقاع الشمالي، من كل المناطق التي أعرف يعني كثيرا. أنا لديك كثير من الأصدقاء من مختلف المناطق اللبنانية من الجامعة اللبنانية، وكنا قد أقمنا أيضا، أسمح لنفسي كلارا بأن تشاركنا العديد من الدورات التدريبية في يعني كثير من المناطق اللبنانية. كنا مع حمزة سويا، لديها الكثير من المحبين سواء اتفقوا معه في الرأي أم لم يتفقوا، سواء كانوا في ربما الخط السياسي لقناة المنار أو ما أو في على الضفة المقابلة. الجميع يعني هنا لا نجامل بالقول أن جميع من عرف الزميل حمزة أحبه بصدق، لأن يعني حمزة كان يبادل الآخرين بهذه المحبة وبهذه المعاملة. على كل حال هذا اليوم الأخير، يوم الشهيد حمزة الحاج حسن، أيضا يوم الشهيد محمد منتش أبو جعفر الذي كان يعني رفيق درب الإعلاميين في القلمون وفي محط يعني في القلمون في القصير وغيرها من المعارك الدائرة في سوريا. في نبذة عن حياته أيضا يعني لفتة صغيرة، لأنه عمل في مجال الإعلام الحربي منذ 20 عاما، هو أيضا سيسجى اليوم في بلدته الجنوبية كفرصير. إذن نحن نتابع تشييع الزميل، وقائع تشييع الزميل الشهيد حمزة الحاج حسن مباشرة من شعث البقاعية. لحظات قاسية جدا على العائلة. ناقش الشهيد يخرج من منزله للمرة الأخيرة، يخرج حمزة من منزله شهيدا. سيتوجه بعد ذلك كلارا موكب التشييع الآن سيسير يعني سيرا على الأقدام باتجاه جبانة الشهداء، حيث ستقام الصلاة ومن بعدها سيوارى الثرى. إذن هذه هي اللحظات الأخيرة لزميل الشهيد حمزة الحاج حسن في منزله في بلدة شعث البقاعية. شو؟ إذن ما زلنا مع الزميل رامز القاضي ومع الصور مباشرة من شعث من منزل الشهيد حمزة الحاج حسن. حمزة يودع الأهل ويودع بيته للمرة الأخيرة. ليش ما ما شو أبن تمام؟ أمين طبعا تفضل أمين. بس بدنا نجيبك لعنا. عم نقول له حنجيبك لعنا. Thank you.
روح قرب قرب. لبيك يا زينب، 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 لبيك يا زينب. لا أشوفك حاجة. رامز، إذا نتابع مسيرة تشييع الشهيد قبل وصوله لتشييعه، خرج من منزله كما نرى. رامز، السلام على روح إمامنا الخميني، والسلام
30 بدلات زيتية. We'll be right back.
يصل إلى كربلاء، يصل
لا نقل
واذكري الزهرة قومي أمه قومي أمه قومي أمه ثموطه راية دايك نادت اليوم بطهر من لزينب يواسيني قومي أمه واندبي جميعا والطمي الصدر واذكري الزهرة قومي أمه وداعا روح قلبي يا حمزة عشق قلبي أنت يا روحي وحبي أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصي قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون جميعا أخي سوف تبكي تال عنك دموع المعين فإن جف دمعي يرصيع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون جميعا أخي سوف تبكي وتسأل عنك فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصيع قبرك بالياسمين هنيئا لك يا شهيد الشباب مقام الشهادة يوم الحساب عليك السلام ونور الهدى بحق الإله ووحي الكتاب أخي سوف تبكي عليك العيون أخي يوم وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصيع قبرك بالياسمين يا اخوان صلوا على محمد وآل محمد بدنا نصلي على جثمان الشهيد بدنا نكسب اجر فتفضلوا يا اخوان خلف ال Haydar! Haydar!
بسم الله. وين بدك؟ وين بدك؟ وين بدك؟ شاطه بالكاميرا. بسم الله. يا اخوان يا اخوان بدنا يا اخوان ساعدونا بس لنصلي على الشهيد. الاخوان المدنيين بعدولنا شوي. اخوان المدنيين بعدولنا شوي. يا اخوان اخوان المدنيين بس افتحوا لنا مجال. يا اخوان يا اخوان اللهم صل على محمد وآل محمد. بس فشخ ورا يرضى عليكم. فشخ لورا بس يا اخوان ارحم اهلكم. الشباب المتواجدين هون بهاي الساحة النعش حيكون هون، يعني ما حيفيكم تصلوا هون، وهون الساحة بعدها فاضية. تفضلوا لتكونوا واقفين ورا النعش. شباب اخوان بس افتحوا ثغرة هون لا تسمحوا للاخوان يفوتوا ولا ورا النعش. اخوان اخوان صلوا على محمد وآل محمد. اخوان مثل ما نحن واقفين كل واحد يرجع خطوة لورا. قولوا معروف. أحسنتم أحسنتم. مش الحال مش الحال. بعد إخوان. لو سمحتوا إخوان المشايخ يتفضلوا على النص. شباب بعد اذا بتريدوا بس ما عليه حتى لو الصفوف الاولى كمان هون. اخوان حتبلش تشتت الدنيا. بدنا نخلص مراسم بكل هدوء. حتى الصفوف الاولى اعملوا معروف يرجعوا خطوه لورا الاول والثاني والثالث. بالإذن شوي بالإذن. صلى على محمد وآل محمد.
يا اخوان لو سمحتوا جنازه الشهيد ما نقول مباشره على الهواء، بدنا نشيعه بشكل يليق بترتيب الشهيد، بنظام الشهيد، باسم المنار وباسم خط اللي بينتمي له هذا الشهيد. لو سمحتوا كلنا منتميين لحمزه، بدنا نوسع لتوصل الجنازه يصلوا عليها العلماء بشكل لائق بدون مزاحمه. لو سمحتوا كل محب لحمزه يوسع لورا. اخوان افتحوا لنا مجال. وسائل الاعلام لو سمحتوا اثناء الصلاه بامكانكم اخذ اللقطات. لو سمحتوا اخوان لو سمحتوا تفضلوا بالنعش، خلينا نبدا بالصلاه. اخوان تفضلوا بالشهيد لنبدا ملازم الصلاه. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية على حب الزهراء، تفضلوا يا اخوان. يا اخوان وسائل الاعلام لو سمحتوا كمان الاخوان اللي هون لو سمحتوا لورا. نبايع قسما بالله ان
الصلاة الصلاة الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وبارك وترحمت وتحنن وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، إنك فعال لما تريد، إنك على كل شيء قدير شهيد. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مضاعف الحسنات، إنك ماحي السيئات، إنك مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، حرنا ومملوكنا، كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى أمامنا عبدك وابن عبديك وابن أمتك، قد نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم وإنه قد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم فإن كان محسنا فزد اللهم في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، واحشره مع من كان يحبه ويتولاه، مع محمد وآل بيت محمد. اللهم ارفعه عندك في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين،
واجعله من ورثة جنة النعيم، وارحمه وإيانا وارحمنا وإياه، فإنا لا نلبث بعده إلا قليلا. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بحق محمد وآله الأطهار. إلى روحك أيها الشهيد العظيم المبارك المقدس، وإلى شهداء الإسلام جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصيع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون، جميعا فلنودع الشهيد. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصيع قبرك بالياسمين. وحمزة خان شهيد الإباء، وحمزة خان شهيد الإباء، جوار العقيلة لب النداء، يلبي الشهيد نداء الحسين، وهيهات تسبى زينب مرتين. أخي سوف تبكي عليك العيون، جميعا أخي سوف تبكي وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، وصارك بالياسمين. هنيئا لك يا شهيد الشباب، مقام الشهادة يوم الحساب، عليك السلام ونور الهدى بحق الإله ووحي الكتاب. مضيت حبيبا لنهج الحسين، وأنت لزينب قرة عين. إلهي تقبل دماء الشهيد، فأنت وعد لنا الحسنيين جميعا. بأمان الله يا شهيد الله، بأمان يا حبيب الله، بأمان الله يا شهيد الله، شهيد حمزة يا حبيب الله، بأمان الله. بأمان الله يا شهيد الله،
عشق دربي لسنا ننساك حبيبا أنت يا روحي وحبي قوم أمة واندبيني والطمي الصدر فوق قبري بالأنين واذكر الزهرة قوم أمة قوم أمة قوم أمة فإني عدت كالأكبر إليك عدت كالقاسم عريسا ألثم طهر يديك نادت اليوم بطهر من لزينب يواسيني أنت يا زين الشباب وعريس للتراب نادت الزهرة بفخر أنت لبيت جوابي أنت مع روحي حسين في جنان تحتويني ووداعا يا حبيبي بلسان حال أم الشهيد ووداعا يا حبيبي أنت يا مسكي وطيبي أدي للزهرة سلامي وحسين من حبيبي موعد روحي وقلبي مع ابني حمزة الغريب عند زينب وعلي مهما طال من سنين أخي أنت يا حمزة فلذة عمري وروحي حنة العرش دماك بلسمت كل جروحي دمعة عيني عليك من إيماني ويقيني عظم الله أجوركم إلى روح شهداء المقاومة الإسلامية سيدها وشيخها وعمادها وكل الشهداء وإلى روح الشهيد المجاهد البطل حمزة الحاج حسن وأموات الحاضرين والسامعين رحم الله من يقرأ الفاتحة مشفوعة بذكر محمد وآل محمد لبيك يا حسين 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 لو سمحت بس عن
الو الو يا حاج علي. هو بس بده ياخذ صوت. يعني كانت تامل. ماشي يا محمد. يا الله على محمد والي محمد. خليني يا اخي. هذه الدموع وهذه دموع النسوة من أقربائه هي أصدق من كل الكلمات وأصدق من كل تعليق. كلار نعم رامز. إذن ما زلنا نتابع تشييع الشهيد الزميل حمزة الحاج حسن في بلدته في شعب البقاعية وسط الحزن والصلوات والبكاء. شباب بس أعطوا شو لنا الكاب بس بس تبهولوا بس قلوا إذن هذه المراحل الأخيرة لوداع الشهيد حمزة. الأهل، الأصدقاء، أهل البلدة، السياسيون، سياسيو أهل المنطقة يودعونه. إذن مشاهدينا ما زلنا نتابع الصور ومشاهد تشييع الزميل حمزة. إذن مشاهدينا نعتذر عن هذا الانقطاع في البث المباشر من شعت البقاعية. إذن نتابع الآن الصور. إذن حمزة الحاج حسن الزميل الشهيد يودع في مثواه الأخير حيث يوارى في الثرى في هذه الأثناء. إذن بعد الصلاة على جثمانه الآن يوارى في الثرى في جبانة البلدة.
إذن نتابع صور الشهيد حمزة الذي في هذه الأثناء يرى في الثرى في جبانة البلدة. هي لحظات مؤثرة جدا. هي لحظات حزينة وهو الوداع الأخير. ما زلنا نتابع تشييع الشهيد حمزة الحاج حسن. حمزة ابن 27 ربيعا يوارى في هذه الأثناء في الثرى في جبانة البلدة، بلدة شعت البقاعية. إذن مشاهدينا ما زلنا معكم في نقل مباشر من بلدة شعت البقاعية، وقد شارفت مراسم تشييع الشهيد الزميل حمزة الحاج حسن إلى نهايتها. هو الوداع الأخير لأهله، لوالده، إخوته. وكما هو مقرر فإن مراسم تشييع محمد منتش في بلدته في كفر صير في النبطية بدأت عند 5:30.